اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج تيب العاميه. ربنا يا رب ما يحرمكم مني ولا يحرمني منكم، وافضل كده معاكم على طول. وكل ما بلاقي شتيمه ربنا كل ما بلاقي شتيمه بلاقي بوش كده وعايز اتواجد معاكم عشان تشتموني اكتر. طبعا اليومين اللي فاتوا بشرة طرحت اغنيه بعنوان كوبرا، كل الاغنيه معموله عشان مهاجمه محمد رمضان وشتيمه محمد رمضان. الموضوع بدا ازاي يا جماعه؟ الموضوع ان محمد رمضان كان من كام شهر كان متواجد ضيف في احد البرامج التلفزيونيه، ولما سالوه انت ليه يا رمضان ما رحتش مهرجان الجونه، قال لهم بصراحه عشان الخمور اللي بتتواجد هناك. طبعا بشرة بقى لها 3 شهور بتفكر ترد عليه ازاي، ففكرت في اغنيه ترد بقى على محمد رمضان، خاصه على اغنيته اللي هو بيقول فيها انا الملك. طبعا بشرة كانت غير موفقه لان اختارت اغنيه الراجل قدمها بقاله 3 شهور والناس اصلا بدات تنساها لان خلاص الناس شبعت منها وسمعتها كتير. المشكله ان بشرة بتناقض نفسها بشكل واضح جدا في الكليب. فاول الاغنيه مطلعه واحد زنجي وبتسخر منه على اساس ان ده محمد رمضان، وبتقول له ده انت حتى ما حصلتش رقم 70، وفي اخر الاغنيه بتقول له ده مش مستاهل، ده اخرها متر في متر وعامله لي فيها الشيخ داعيه مبروك عطيه. طبعا محمد رمضان رفض التعليق على اللي عملته بشرة ده تماما، واكتفى ببوست عبر صفحته الشخصيه على الفيسبوك قال الباشا اللي مسرح القطه. طب القطه احنا عرفنا اللي هو يقصد بشرة. الباشا بقالي 3 ايام بفكر فيه مش عارف هو مين بصراحه، وعشان كده من خلال البرنامج قررت اعمل مسابقه، اللي يعرف الباشا يتصل بينا على 0 3 9، واللي هيعرف هيكسب معانا رحله عمره للسعوديه ان شاء الله عشان يطلع يدعي لبشرة ان ربنا يهديها. الايام اللي فاتت اختتمت فعاليات مهرجان مراكش الدولي للفيلم بدوله المغرب. المهرجان ده جاب في الدوره دي ناس من نجوم هوليود مهمين جدا زي النجم الهوليودي روبرت دينيرو. الراجل بعد ما خلص المهرجان بصراحه قال كلام حلو جدا عن المغرب في كتير من البرامج، قال منها ان المغرب اكتشفت انها بلد جميله وان فيلم الجاي هصوره في المغرب. هنا الراجل بصراحه نشط السياحه في المغرب بكلمه واحده، تعالوا بقى شوفوا عندنا في مهرجان القاهره واللي حصل عندنا في مهرجان القاهره. محدش جاب سيره مصر ولا حد جاب سيره اي حاجه غير الاستاذه رانيا يوسف، نشطت برضه بس نشطت حاجات تانية للاسف. المطرب شعبان عبد الرحيم لما سالناه عن اغاني المهرجانات والمطربين اللي بيغنوا الاغاني دي قال العيال دي سوابي وبتضرب ستروكس. معلش يا عم شعبان، لما هم ما لحقوش الجيل الذهبي للبنج والحشيش والترمادول هم خيرهم ستروكس وحاجات الفرافير دي. وبعدين يا عم شعبان ما تحسسنيش اللي انت مضاي شاي بلبن، يعني انت غنيت من سنه 2000 هبطل سجاير وخلاص هشيل حديد، لا بطلت سجاير ولا شلت حديد ولسه الكرش زي ما هو يا عم شعبان. الفنانه هنا الزاهد من اوائل الفنانات اللي دخلوا مدرسه رضوى الشربيني بتاعت بلوك 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 بلوك، او كان بلوك مش فاكر، لكن هنا الزاهد اول ما عملت بلوك عملت لخطيبها احمد فهمي. الراجل طول النهار يغازل فيه على الانستجرام وعلى الفيسبوك ويقول اللي عنده ضحكه زي دي واللي عنده نظره زي دي، وقاعد يغازل فيها وتعمل له بلوك. هنا بقى عملت له بلوك ليه؟ لان كل ما حد من جمهورها والفانز بتاعها يدخل يعاكسها يجي احمد فهمي داخل عنده سرعه رد وسرعه دفع زي بشير التابع في الزمالك، كان اي حد يدخل منطقه ال 18 بيكسره بدون ما يعرف هو داخل فين ولا هيعمل ايه. مش عارف بقى ربنا يستر، اول سنه جواز مش عارف هتعمل له بلوك فين تاني. ربنا يعديها على خير لهنا الزاهد واحمد فهمي.